خلوني أتواصل مع الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث والفكر الصهيوني في جامعة الإسكندرية. دكتور أحمد، يعني خليني في البداية أسألك سؤال. فعلا هذه المنطقة سيناء، ده صراع الكتب اللي بيقولوا عليها مقدسة، بتتكلم على إنه أبدي، برغم إن فيه يعني، وأنا بذكر الكلام ده في الأصفار نفسها، في سفر بيقول وسفر بيقول عكس الكلام ده. العقيدة دي عند الإسرائيليين، عند الصهيونية، عند أجزاء من اليهود، الفكر ده موجود بشكل سريع؟ تحياتي لحضرتك وتمنياتي يعني بالتوفيق في ظل الطقس السيء. بالنسبة لأحدث حاجة في هذا الإجابة على سؤال حضرتك، وزيرة الثقافة الإسرائيلية هي عميد في الجيش الإسرائيلي، عميد متقاعد، قامت حفل بمناسبة 70 سنة على إعلان قيام إسرائيل المشؤوم، وكان في الفقرة الرئيسية نزول التوراة أو بالأحرى الألواح، ألواح الوصايا العشر على سيدنا موسى في سيناء. فده مؤشر على أن هناك بعد ديني يحاولون تحويله إلى قومية، محاولة تسلل، محاولة دغدغة للمشاعر. أنت عارف حضرتك أن التلت في إسرائيل بس هم المتدينين، إنما لما نلاقي واحدة زي دي علمانية ومسؤولة وتتبنى هذا الإسقاط في مثل هذا الذكرى، ده كان محل جدل داخل إسرائيل، ويمكن لأنه إن إحنا كشف نربطه بأمور أخرى كثيرة بالظبط، مثل الوزيرة الإسرائيلية جيلة جمليل اللي قالت إن هذه أرض الفلسطينيين، سيناء أفضل مكان لإقامة دولة فلسطين. طيب لا يمكن فصل هذا أيضا عن تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي عن سيناء فيها لبس متعمد أو خلط الأوراق متعمد. طيب على الطرف الآخر، الجبهة المصرية هل بالفعل كانت يعني لديها القدرة على قراءة يعني هذه التهديدات وتعاملت معها تباعا في لعبة السجال بيننا وبينهم؟ شوف حضرتك، احنا عندنا السبيكة المصرية تظهر وقت الشدائد، يعني اذا كان في بعض اللغط، بعض الوهن، بعض الضعف، بعض اختلاط الاوراق، حينما يكون هناك تحدي يتم استفزاز الجانب المصري، فنجد ان الجيش المصري يقاتل حول مسرح عمليات حوالي 1% من اجمالي مساحه سيناء. حضرتك قلتي طابة طبعا كيلومتر واحد، حضرتك قلتي ان مساحه سيناء تعادل دولة، هي في الحقيقة تعادل 3 أضعاف دولة إسرائيل. فهنا تكتسب الأهمية، والمحاولات التسلل الإسرائيلية أو تكييفنا على أن هناك إمكانية لتبادل أراضي أو حديث ما أو صفقة ما أو ما إلى ذلك مرفوض من الجانب المصري على مستوى الرأي العام، على المستوى الأكاديمي، على المستوى السياسي، مستوى الدبلوماسية. إحنا زي ما حررنا أرضنا بالدم وبالتفاوض، أيضا بالوعي نستكمل مسيرتنا ضد المخطط المصر على استكمال خطواته. هو بيعمل حاجة زي مؤشر بالون اختبار، إذا نجح فيه ومر زي ما ديان قال أنا أفضل شرم الشيخ على السلام. بالزبط. إذا كان هناك مفاضلة بين السلام وشرم الشيخ، أنا أفضل شرم الشيخ، ومع ذلك انسحبوا من شرم الشيخ. حينما كان الحديث عن طابة تمسكنا بطابة، حينما كان الحديث عن مستوطنة يميت وما حولها تم رفض السيناريو الإسرائيلي بشدة. هو ده اللي بيقول إن الدولة المصرية هنا عقلها الاستراتيجي بيكون حاضر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا الدكتور حضرتك. أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث والفكر الصهيوني في جامعة الإسكندرية.